انزل لي يا ابني. انت يا ابني، انت يا ابني انزل لي يا حبيبي كده بشنطتك دي. تحت امرك يا باشا. نزلني في ست الناس اصحابك. طاقتك فين يا ريس؟ المطلوب في عملية النهاردة تسجيل قضية الرشوة صوت وصورة، وده طبعاً من غير ما حد يحس بوجودنا. حد عنده أسئلة؟ لو اضطرينا للاشتباك يا فندم. الاشتباك يا سامح هيكون آخر قرار لينا. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. ربنا معاكم. مساء الخير. فضل بيه، انت عارف ان حضرتك ممنوع دلوقتي التواجد داخل غرف المرضى. انا سبت حضرتك والهانم عشان بس اطمنه، وده استثناء طبعا. ممكن حضرتك تفضله عشان اقدر اشوف الحاله. حضرتي مش هيتلحلح من هنا، حضرتي هيفضل جنب بنته ومش هيتنقل. يا فندم ده عشان راحه المرضى. مش هتحرك من هنا، واعلى مفخلكم اركبوه. يلا يا فضل، ما ينفعش كده. يلا. أنا مش هسيب بنتي، مش هسيبها. ووريني تقدروا تعملوا إيه. بقى ما يصحش كده. يلا من فضلك روسي. اسكت. خرجوا كلكم، كلكم خرجوا بره. أنا مش هتنقل من جنب بنتي. وأنا من اللحظة دي أنا بخلي مسؤوليتي عن أي حاجة. أرسل حاجة. أرسل. فضل بره. فضل بره. يلا بره. فضل بره. من فضلك. فضل بره. فضلك. نادية. أتصوبين. يلا يا ماما لو سمحت. أتصوبين. يلا. وانتي أتصوبين وأدرينالين بسرعة. يلا. أيوة يا مامي، أنا في المستشفى. أنتوا في الدور الكام؟ خامس؟ طيب يلا أنا طالعة. بيكنسل رفض بيه. يبقى دخل علينا. مش هو ده؟ الرجاله بتوعنا في مكانهم؟ كلهم في مكانهم. على مسافة 3 كيلو راصدين المنطقة كلها. قوات متمركزة يا فندم. أرجو إنك ما تكونش لسه زعلان من اللي حصل. طمني، البيتزا عجبتك؟ فلوسك جاهزة؟ سالم. إحنا نفذنا وعدنا. باقي إن حضرتك بعد بكرة تنفذ وعدك.
الداخليه بتراقبنا. ايه؟ بيراقبونا؟ انتوا الدكتورين بتاعي. انت لازم تفضل معايا يا استاذ المستشار. يعني الميتنج جه على الفاضي مش كده؟ والله ما تفهميش، طول الميتنج وانا حاسس انه مستغربني كده، اللي حسيته انه هو استكبرني على الشغلانه. بيني وبينك برضو الشركه صغيره مش كبيره. ومحدش تاني يكلمك من دبي؟ انا نهيت الموضوع ده تماما، انا مش راجع دبي تاني، حتى مستحقاتي أنا بفكر أكلمهم أخليهم يبعتوا لي على البنك هنا. وبعدين أنت اللي مضايقك في الموضوع ده؟ مش ده كان طلبك برضو؟ لا خالص بالعكس. ألو مين؟ يا نورة. إزيك يا نورة؟ أخبارك إيه؟ عاملة إيه تمام؟ مصطفى أخباره إيه؟ لا انا جيت من دبي من يومين بس. طب ماشي خلاص، رتبي مع مصطفى ونتقابل. خلاص ماشي كامله معاكي اهي، وظبطي معاها وخلاص. اوكي ماشي، اوكي اتفضلي. اي يا حبيبتي. الحمد لله كويس. قفلت معلش، الفاتوره كانت جايه عاليه قوي، فهم بقى اللي قفلوه عشان جبت خط جديد. فضى بعيد عنك. لا فيسبوك ايه بس، الفيسبوك ده اصلا بيجيب طاقه سلبيه بس.